وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد يستغرب بعض الناس كيف يكون في يوم 10,000 ذنب؟ لا تستغرب، فوالله إن بعض الناس في اليوم الواحد يرتكب ملايين الذنوب. كيف هذا؟ تجلس في بعض المجالس فتسمع أحدهم يقول: إيه هذول البدو ما فيهم خير. الآن كم عدد البدو مثلا كسب سيئات الآن بعدد رؤوسهم، أو يقول هؤلاء الحضر فيهم كذا وكذا. طيب كم عدد الحضر أخذ بعدد رؤوسهم ذنب؟ أو يقول أهل الشام فيهم كذا وكذا، أهل مصر فيهم كذا وكذا، أهل اليمن طيب وين قاعد أنت؟ بس توزع حسناتك ما تدري وتكسب سيئات بعدد رؤوس الخلائق. وبعض الناس لسانه يصل ذنبه إلى الأولين والآخرين، نسأل الله السلامة والعافية. تجد بعض المنتسبين للدين يجلس يقول: الله ما نشوف خير في أمة محمد، أعوذ بالله. كلام لو عد بالعد لتعب العاد. لذلك يا إخوة ينبغي على الإنسان أن يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.